يسير هيرو وصديقاه وسط ضباب كثيف. أين نحن الآن؟ كان هذا وشيكاً. انتبهي يا يويا، أرجوك لقد أخفتني. هذا لم يكن مخيفاً جداً، من الذي وطئ على قدمي؟ ماذا؟ أنا آسف لم أراك يا هيرو. هاي، من منكما رفع تنورتي؟ كيف تجرؤ؟ كان هذا مؤلماً، كيف يا إيمي؟ لم أفعل شيئاً. لابد من أنك أنت دويجي. ماذا؟ ماذا تقصد بماذا؟ كنت تلمس... لا. ما الأمر؟ لا شيء، لقد حصل سوء تفاهم بيننا. إذن هل ضربتني من دون أي سبب؟ هذا غير مهم إطلاقاً، المهم أننا نعجز عن الرؤية بسبب الضباب الكثيف. أجل، هل لدى أي منكما أدنى فكرة أين نحن؟ هل حقاً رأيتهم؟ كانوا يتجولون في الأرجاء وسط هذا الضباب منذ فترة طويلة، وسنقترب منهم في أي لحظة. ما أدراك بذلك؟ لا يسعنا رؤية شيء وسط هذا الضباب الكثيف. إذن اعتمد علي يا أخي، فبصري خارق ولا وجود لمثيل له في العالم. تشاروتا. يا لصبري أخي تشاروتا الخارق. هاي، ما هذا الصوت؟ أنا أظن أنه شبح. شبح؟ ليس ثمة ما يسمى بالشبح. ما كنت لأكون واثقاً إلى هذه الدرجة. ماذا تقصد؟ احرصي على أن جميع أعضاء جسمك تعمل جيداً كي لا تجدي قلبك يتحول إلى حجر أو ذنبك إلى حبة بطاطا. لا تعامل الآنسة هكذا. كفى يا إيمي، تحكمي بنفسك، علينا أن نذهب. إن واصلنا المسيرة سيصبح الوضع خطراً، لنتوقف الآن. برأيي من الأفضل أن نعود أدراجنا. نعم، ولكن المشكلة كيف نعود؟ الأمر بسيط، نستدير يساراً عند الصخرة التي تنمو قربها الزهرة الصفراء. أهي الزهرة الصفراء هناك؟ أتقصدين هذه الزهرة؟ ولكن ثمة زهور صفراء في جميع الأرجاء. إن أردتم الرجوع فتعالوا من هنا. فلنجرب، ماذا لدينا لنخسره؟ ولكن ألم يصدر الصوت من هذا الاتجاه؟ هاي، من أنت؟ إنه تشاروتا. أعلم ماذا تريد، أنت تحاول خداعنا لنقع بين يدي إيموجان. ماذا؟ أنا لا 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 لا. إنه يبكي. انتظر، ألست تشاروتا من عصابة هوي؟ لا، اسمي ليس تشاروتا بل كوروتا. كوروتا؟ ثمة شبه كبير بينهما، ولكن إن نظرتما تجدان أنه أصغر سناً. حقاً، أنت لست تشاروتا؟ أخبرنا من أين أتيت يا كوروتا؟ من قرية السحالي. من القرية في الأسفل؟ منزلي هناك. ألم تجد طريق العودة إلى المنزل؟ هل بللت بنطالك من جديد؟ ارحلا من هنا فوراً وإلا ضربتكما. مالك نفسك، نحن جدد في هذه البلدة. نعم، ولكني لا أسمح لهم بتملق صديقهم الضعيف. كف عن البكاء، فهذان لا يستحقان البكاء لأجلهما أيها الصغير. ليس بيدي حيلة. ماذا سنفعل بهذا الصغير؟ هذا الصغير له اسم. مهما يكن، فالصغير يدعى صغيراً. أنت نفسك صغير كما تعلم. شكراً جزيلاً لكم على مساعدة حفيدي. في الواقع هو الذي قام بمساعدتنا سيدتي. لم نكن لنجد طريقنا وسط ذلك الضباب لولا مساعدته. ماذا كنت تفعل عند الوادي المغطى بالضباب يا كوروتا؟ طلبت منك عدم الذهاب إلى هناك، فالمكان خطير. أجل، ماذا كنت تفعل؟ أكنت تائهاً أيضاً؟ أردت أن أصبح تنيناً. تنين؟ هذا صحيح. أصمت الآن يا كوروتا. تقول الأساطير إنه لو أفلحت في عبور الوادي خلال موسم السنة الأكثر ضبابية أصبح تنيناً.
تصبح تنينًا في حال عبرت الوادي؟ حقًا؟ هذا لأننا نحن السحالي شبيهون بالتنين من الناحية الجسدية، أليس كذلك؟ أجل، هذا صحيح. الجميع ينادونني بالطفل البكاء، لذا أردت عبور الوادي مثل ما فعل والدي ولأصبح قوياً مثل التنين، ولكنني خفت كالعادة. إذن كرهت هكذا التقيت بنا؟ أجل، عجزت عن القيام بذلك، أردت حقاً أن أصبح مثل والدي. لا بأس، لا تقلق، سوف تصبح تنيناً يوماً ما، أنا واثقة من ذلك. حسناً جدتي. أعتقد أن ضيوفنا جائعون، إذن على شرف ضيوفنا سأحضر يخنة البطاطا الحلوة. يبدو طبقا لذيذا، شكرا لك. لا يسعني اصطحابك إلى أي مكان. هل ذهبت إلى السوق يا كوروتا لتجلب لي أغراضا؟ ماذا؟ أجل سأفعل ذلك، ولكن ولكن ماذا؟ المشاغبان يتسكعان حول السوق طيلة الوقت. لا تقلق يا كوروتا، سوف أذهب معك. إن خروجي من ذاك الوادي لم يكن بالأمر السهل، والآن بعد انحصار الضباب بدت أرى أنني في بلدة سحالة. ها هما. هاي هذا أنا. استدرا أيها المعتوهان، هل أصابكما الصمم؟ انتظراني. أمسكنا به من جديد. ذاك الصغير غبي جدا. أيها المشاغبان، مع من تحسبان نفسيكما تعبثان؟ ها؟ أخرجاني من هنا ولا ستندمان. إنها بلدة سحالي، ولكن أين تشاروتا؟ لابد وأنه هام على وجهه. ألا يفترض بنا البحث عن الطعام في هذه القرية؟ بلى، إن لم نسرع سيتفاقم غضب إيموجين أكثر من ما هو عليه. هاي تشاروتا، شروتا، ماذا تفعلان هنا في بلدة السحالي؟ ماذا يجري؟ ولكن شروتا، لما أنت برفقة العدو؟ أنتما تنويان على شيء جديد، صحيح؟ لن أقف مكتوف الأيدي وأدعكما تفعلان ما يحلو لكما. هل تودان محاربتي؟ إنه جاد، إنه يخيفني، هيا لنغادر. توقفا. اذهب أنت إلى المتجر كوروتا، ودعني أخرج هذين من القرية. هل هما سيئان؟ سيقترفان عملاً سيئاً إن بقيا هنا. أرجوك هيرو، لا أريد أن أبقى هنا وحدي. تود عبور الوادي المغطى بالضباب؟ أوه دويجي أرجوك، الوضع خطير جداً في هذا الوقت، لا تقدم على ذلك. ولكن عبور الوادي هو الطريقة الأسرع للوصول إلى جبل المعجزات. قد يكون طريقاً مختصرة، ولكن ليس الآن، فالضباب هو الأكثر كثافة من أي موسم آخر، حاول في وقت آخر. متى يحصل هذا؟ عليكم أن تعلموا أنه خلال فصل الشتاء يتجمد كل شيء وتنقشع الرؤية بعض الشيء. ماذا يتجمد كل شيء؟ وتنقشع الرؤية بعض الشيء؟ خلال فصل الشتاء يصبح البرد قارساً جداً ويتجمد كل شيء. أنتم محظوظون جداً، ولكنكم لن تتمكنوا من عبور ذلك الوادي، حتى أنا لم... ماذا تقصدين بقولك هذا؟ هل حاولت أيتها الجدة أن تعبري الوادي؟ حصل ذلك في مثل هذا الوقت، وكان الضباب كثيفاً. خرجت لجمع بعض الأعشاب وتهت، أخذت أجول في الأرجاء لساعات، وفجأة وجدت نفسي على الجهة الأخرى ولم أعرف كيف وصلت. إذن أنتم لا تتحولون إلى تنين حينما تعبرون هذا الوادي. لا، هذا التقليد يعود إلى أيام أسلافنا، وكانوا يرسمون هذه الخطط لذريتهم. لم تكن هذه الأسطورة صحيحة، ولكننا حافظنا عليها لنعطي صغارنا شيئاً نبيلاً. لا تقولا لكوروتا. إذن ماذا حصل لوالد كوروتا؟ كان والده يعمل في مجال جمع الأعشاب وكان بارعاً. في أحد الأيام توجه لجمع أعشاب خاصة مقرب الوادي، وعندها وبعد ذلك بفترة مرضت والدته. يا لهذه القصة، محزنة جداً.
أحتاج إلى منديل آخر. وبالطبع كوروتا فتى وفي وحساس جدا، أردت له أن يكبر ويصبح فخورا وقويا، لذا تراني أشجعه دوما على الإيمان بتقاليدنا، فقلت له إن والده تحول إلى تنين كبير. إن أطفال هذه الأيام عدمي الأدب، يجب أن يحتجزوا إلى أن يكبروا. ديرو؟ ما الأمر يا كوروتا؟ ألا يفترض بك أن تكون عند الجدة؟ أي جدة؟ من الجدة؟ أعتقد أنهما لا يزالان في القرية. أريد أن تشتري حاجياتك وتعود سريعا إلى المنزل. ولكن ما هذا الجنون؟ أنا واثق من أمر واحد، أنا جائع. أنا في غاية الجوع لدرجة أنني سوف أقع أرضا. ماذا؟ ما الأمر أيها الفتى؟ هل أنت تائه؟ لا، أنا جائع فقط، ولكن يبدو أن ثمة حلا لذلك. الشخصان السيئان، ماذا عساي أن أفعل الآن؟ إنه صوت شاروتا. نعم، ها هو ذا. لا شاروتا، ما الأمر؟ أين تذهب؟ عاد، انتظرنا. من أين؟ ماذا حصل لذلك الغبي؟ وكأنه خائف منا. سنلتقي به لاحقا. لقد ذهبا، ارتحت منهما حقا. مما ارتحت؟ من أنت؟ أنا دوما أفقد أعصابي عندما أغضب، هل سأتحكم بهذا الأمر يوما؟ الآن علي التأكد إن عاد كوروتا إلى منزله بالسلامة. ماذا يجري؟ أيتها الجدة، نادي كوروتا ليخرج حالا. سنغضب جدا إن لم تخرجيه بغضون 10 دقائق. لا أستطيع استدعاءه لأنه ليس هنا. كيف تجرؤون على التكلم مع امرأة مسنة بهذا الشكل؟ ولكن من أنت؟ هل أنت صديق كوروتا؟ وما شأنك أنت في هذا؟ عندها لابد وأنك سارق مثله. سارق؟ لقد سرق كوروتا 5 كيلو من البطاطا من متجري وهرب. وقد سرق النبيذ من عندي. أتقولان إن كوروتا سرق؟ أيتها الجدة، حسبته صغير ولكن تبين أن تصرفاته مشينة. كوروتا لا يقدم على فعل مشين أبداً. كيف ذلك وأنا رأيته بأم عيني؟ كما وأنه كان يهرول بسرعة شديدة قائلا لن تمسك بي، لن تمسك بي أبدا. أيعقل هذا؟ أيعقل هذا؟ هذا معقول؟ أنا أعتى صارق في الوجود، ولم يتمكن أحد من الإمساك بي، وأنا أضمن لكم القيام بأية سرقة. شاروتا، أين كنت؟ شاروتا، كيف عساك تبكي بعد أن أقلقتنا عليك؟ إنهما متشابهان حقا يا أختاه. أجل، حتى بكاؤهما متشابه. متشابه؟ أشبههمان. حسناً، هذا أنا أيها الرئيس. فهمت أنك وقعت عن منحدر وتهت، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا صحيح، أعتقد أن ذلك كان ضرباً من الغباء. ضرب من الغباء، ولدرجة أنك لم تكلف نفسك عناء المجيء إلى هنا. ماذا؟ لقد كنا محظوظين تماماً في الحصول على بديل لك تشوروتا. صحيح، إنه يشبهني، ولكن هل قلتم لي كيف وجدتموه؟ ألم أقل لك هذا؟ إنه أكثر نفعا منك أيضا. كيف يا رئيس؟ هيرو موجود في منزله. أحقا ما تقول؟ حقا. لقد وضع الرئيس خطة ممتازة يا تشاروتا. خطة؟ نعم خطة. أين أنت يا كوروتا؟ لا تعذب جدتك المسكينة. هل وجدته؟ إنه ليس في القسم الذي تفقدته، وليس في المتجر أيضا. أين اختفى؟ هل يعقل أنه سرق هذه الأغراض؟ بالطبع لا. كيف يخطر على بالك أمر كهذا؟ أنت سيء إدويجي. ذاك الطائر.
اسمع يا هيرو، كوروتا الصغير في قبضتي. إن أردته أن يعود اجلب السيف المرجاني ولاقني عند مدخل الوادي غدا فجرا، وإن لم تأتي سأقضي على السحلية الصغيرة. لا تأتي يا هيرو. أفهمت؟ على غدا. إنه متوحش وعظيم الرحمة. أصبحنا نعرف أن كوروتا ليس لصا، هذا تطور ملحوظ. إنه في قبضتي ذلك المتوحش. أرجو ألا تقلقي يا جدتي، أعدك بأنني سأعيد كروتا سالما. أتعلم؟ كلما أمعنت النظر فيك وجدتك شبيها لي أكثر. على أي حال، عندما نتخلص من هيرو في الغد سوف يطلق الرئيس سراحك. هل تحاول إخباري شيئا ما؟ إنك تبدو غير مرتاح. في النهاية نحن سحليتان، فالعائلة عائلة. لا تظنني أنني مثلك. اخفض صوتك، قد يستيقظ الرئيس. أنا لا أصادق أشخاصا سيئين مثلك، سأصبح تنينا. ألا تفهم؟ قلت لك أن تخفض صوتك. أطفئ النور بسرعة. حاضر. لن أخرج سلة زبالة. لا يزال نائما. اسمع يا فتى، انسى مسألة التنين هذه، فإنها كذبة كبيرة. أخبروني بالقصة نفسها عندما كنت صغيرا. عندما مات والدي أخبرتني عائلتي أنه أصبح تنينا نبيلا في السماء. هاي أنت كوروتا، أعد هذا الخبز إلى هنا، أعد هذا الخبز إلى هنا، أعد هذا الخبز إلى هنا. إن كنت شجاعاً أصبح تنيناً مثل والدي. فصغار الضفادع تصبح كبار ضفادع، وصغار السحليات كذلك. هذا غير صحيح. اخفض صوتك. لا يسعك القول إن والدك لم يصبح تنيناً من دون إثبات قاطع أيها الشرير. يصعب إثبات ذلك. بوسعه أن يصبح تنيناً. أنا سأصبح تنيناً وأحمي جدتي منكم. هاي اخرس. أقفل هذا المذياع فهو كثير الضجيج. صغار السحالي تصبح كبار السحالي، سنظل هكذا. شكرا لك على إعطائنا بعضا من وقتك الثمين هيرو. هيا سلمني السيف. أنت خائف من هيرو، أنت مثير للشفقة. إن كنت ترتاحين بالتفوه بالطرهات فخذي راحتك. أنا لست خائفا، لا تصغي إلى ما يطلبونه منك هؤلاء. أوه كوروتا. خطوة واحدة بعد وأقطع هذا الحبل ويصبح عزيزك صغير في قعر الوادي. مهلا أيتها الجدة، إنه شخص شرير وقد يفعلها. إيموجين، هذا السيف المرجاني لك. أخيرا. تذكر جيدا، بمجرد أن أمسك بالسيف ارمي الصغيرة في الوادي، هل تفهم أم لا؟ ها؟ ماذا قلت أيها الرئيس؟ هل هاتان الأذنتان الكبيرتان هما مجرد زينة؟ قلت ارمي الصغيرة إلى أسفل الوادي. حسناً رئيس. إن كنت قوياً أصبح تنيناً مثل والدي. إن أخبرتني أيها الصغير ما الفرق بين السحلية والتنين أدعك تعيش، ما رأيك؟ لست أدري. لا تدري؟ أجل، ولهذا السبب أود أن أتحول إلى تنين. حسناً، إن علمت يوماً فاحرص على إعلامي. لست أفهم. وفكر فيها كأخ أكبر. ها؟ شروتا. هل ثمة أمر غريب يجري هنا؟ ماذا يجري؟ أنا واو، ثمة تنين. ماذا تقول؟ أهلا هيرو. ولكن أين ذهب؟ ها أنت ذا إذن. أنت على طرف المنحدر. انظر إنه تنين. اخرس هيرو، لا يسعك خداعي مرتين أبدا. هاي إيموجين، ثمة تنين. أنت أيضا كفي عن الكلام، فأنا لا أرى شيئا. تباً، إنه حقاً تنين كبير. آي
أيها الرئيس. لا أصدق. يا زعيم، ساعدوني أيها الأغبياء. أيها الرئيس. لا تقفوا مكتوفي الأيدي، اسحبوني حالا. أمسكت بك يا أختاه. أعتقد أنه كان ثمة تنينا. كوروتا، أزي لي معروفا وحرق ذنبك. ماذا؟ فهمت. أشعر بأنني سخيف، انظروا، ولكن هل ذنبي يشكل ظلا غريبا في الغيوم؟ لا، لقد تحولت إلى تنين. ماذا؟ حقا؟ كوروتا، أليس هذا رائعا؟ أجل إنه رائع. أعلم أنك تراقبني يا أبي العزيز، تحولت أخيراً إلى تنين مثلك. انظر جميعاً. تنين حقيقي. إنه أبي. لم أرى في حياتي أمراً مماثلاً. إنه موسم السنة الذي يكون فيه الضباب كثيفاً. والآن بعد أن أظهر كوروتا مدى شجاعته أمام الجميع، لما الأطفال الآخرون يهزؤون منه؟ وبالرغم من أنه يبدو من الخارج سحلية عادية، إلا أنه يمتلك قلب تنين شجاع، وهذا هو المهم. ما بالكم جذف بقوة أيها البؤساء؟ هل سيصل هذا الوضع إلى نهاية؟ الأساطير القديمة صحيحة، يمكن للسحلية أن تصبح تنينا. اخرس يا تشوروتا، أنت لا تعرف عن ماذا تتكلم. إن صغار الضفادع ليست مجرد صغار ضفادع، بل صغير الضفدع هو الشرغوف. توقفوا، قللوا من تحريك أفواهكم وأكثروا من تحريك أيديكم.